مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم سيداتي سادتي. سعيدة بلقائكم، سعيدة بالتواصل معكم، أهلا وسهلا ومرحبا بأسماعكم الوفية. نتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم، والله يجعل هذا الخير إن شاء الله مبارك علينا جميعا يا ربي، ويغسل القلوب من كل ما كيضرها يا رب. تحية لكم مستمعينا، ومرحبا بكم في لقاء يوم الأربعاء، وكالعادة معنا للا خديجة الحجوجي، مصممة أزياء تقليدية وعصرية وخبيرة الموضة للإجابة على أسئلتكم. مرحبا بك للا خديجة. مرحبا بسكينة، ومرحبا بالطاقم اللي كيرافقنا دائما، ومرحبا بالمستمعين والمستمعات. بارك الله يكثرنا نجاوب على الأسئلة إن شاء الله تكون في المستوى. الحمد لله، والحمد لله فرحانين بهاد الشتا اللي طاحت. مبروك علينا الخير، محتاجين لها، والله يعطينا بالصحة والسلامة والخير لبلادنا. اللهم امين يا ربي. اللهم امين. طبعا الحال معك لاله خديجه، غنجاوبوا على مجموعه من الاسئله ديال المستمعات الكريمات، في انتظار المستمع الكرام ايضا، علاش لا، في انتظار انه مستمعاتنا هي انفسهم. كنذكركم بارقامنا اللي مفتوحه 0522 46 72 50، او 51 او 52، ايضا 0522 88 0060، ولا 61 ولا 62. كيف ما يمكنكم توصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة رسمية للبرنامج، واللي هي سيدتي سادتي. نمشيو فاصل قصير في انتظار تهيئ انفسكم، ورجعي لكم، بقاو هنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين. اهلا وسهلا ومرحبا باسماعكم الوفية، تحية لكم، مرحبا بكم. دائما ارقامنا مفتوحة 0522 46 72 50، او 51 او 52، ايضا 0522 88 0060، ولا 61 ولا 62. حنا معكم دائما الاجابة على جميع أسئلة ديالكم، وغادي نمشيو على بركة الله ناخدو معنا مكالمتكم وأسئلتكم. نبداو بدين تسلا لالا ناول. مرحبا بلالا ناول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على خير، بارك الله عليكم. الله يحفظك لالا، مرحبا. الله يبارك فيك. بغيت نسول، الله يخليك، عندي توب ديال قفيطن، توب ديال قفطان في تركوا، في بلو بيترول بليتو، ماشي تركوا، في بلو بيترول. بغيت ندير، بغيت نصوبو، عندي بنتي عندها 18 عام. بغيت نصوبو لها قفيطن دومي مونش، وبغيت ندخل عليه سيترز، ما عرفتش اللون اللي يمكن لي نخيط به. غادي تقولي لي بعدا الشكل ديال التوب، اشنا هو التوب؟ شنو نقول لك، ما عرفتش. واش فيسكوز توب ديال الخيط؟ واش ديال السوس دي، غير هو شويه غليظ عليه شويه. اييه تقدري ديريها، يعني واقف ما كيبينش. لا ما كيبينش. ايوا صافي، ديري لها واحد القفيطن كيف ما بغيتي دومي مونش، وديري لها واحد جوج فتيحات، شويه يكون قصير. لا بغيتي تبدا تلبسو غير في الدار، ولا لا كان جاي عندكم شي حد ولا هذا، تقدري ترزيه، ديري له طرز رباطي بلونو في الحرير، دخلي ديكغادي، ديري لونو، ديري لونو، ديري ديكغادي ديال داك التوركوا ولا ديال بلو بيترول، يا اما في المغلق ولا في المفتوح. تقدري ديري حتى جوج ثلاثه الالوان في التريزه، دائما طرز رباطي نقدروا ندخلوا فيه الالوان اللي بغينا. شمن الالوان اللي يمكن لي ندخل، يعني غادي مع البلو بيترول؟ البلو بيترول غتاخدي بعدا البلو بيترول كقاعده، هو لا باز. وغادي ديري الديكغادي ديالو في المفتوح والديكغادي ديالو في المغلوق. بغيتي تدخلي واحد شويه ديال الخضر ديري في الوريقات ديال الطرز، مرحبا. ما بغيتيش ثلاثه الالوان، راه كافيينك. شكرا لاله. حوراها لاله. مرحبا مرحبا مرحبا. ناخذ معنا مكالمه اخرى معنا لاله فاطمه متارودانس. مرحبا بك لاله فاطمه. الو. مرحبا لاله. بغيت ما نصور. تفضلي. نسمى جنة خديجة. مرحبا لاله. درت واحد الجلابه مؤخرا. ودرت لها، درت طوب غير طوب عادي، طوب مليفه عاديه. ودرت لها الخياطه مزيانه، ولكن خسر لي الطوب. باش خسر؟ خسر، تحبب كلا تحبب. ايدن ما كانش ماركه مزيانه الطوب. ما كانش ماركه مزيانه، واش ممكن نبدل؟ غادي تقام عليك، هو غادي تقامو بحال الا درتي جلابه اخرى جديده، لان ملي غادي تفتقيه وتاخدي داك، شنو غادي تربحي؟ غتربحي ديك السلعه اللي داخله في هذاك الجلابه. اما راه نفس المشكل، غتشري الثوب غتعطيه للخياط غيخيطو لك مثلا، غادي يتخلص منك. راه هي ما هي، اللهم عاودي الا كان شهوتك فيه وما صدقش لك ما عندك ما ديري، عاودي جلابه واحده اخرى. هذا هو الحل. مرحبا لاله، مرحبا مرحبا. حيت سكينه بعض الناس يقول لك كاينه شي حاجه تقدري تعاوديها من زيرو وتقام عليك رخص من الى درتي لها الروتوش. سي فري. و اون ميم طون كتقدري تبدلي انت كاع الخياطات، تبدلي اللون، تبدلي الثوب، كتمتعي بواحد الحاجه جديده كتلبسيها. ملي كيكون روتوش كيبقى نفس الثوب نفس الخياطه نفس، كتكون غير شي حاجه بسيطه.
اللهم الا كنا وتقام عليك بنفس الثمن، اللهم نعاودوا واحد جلابه وعاودي نستافدوا منها ونلبسوها ونبدلوا الشكل على الجلابه الاولى اللي خسرت لينا. واي حاجه راه كدوز ساعتها وخلاص الواحد يتمتع بها. وكاين الانسان تتكون شهوته مثلا في واحد اللون، شهوته في واحد الخياطه، شهوته في واحد الحاجه معينه، ما كتصدقش صافي سي با لا فان دي موند، نقدروا نبدلوها ونديروا شي حاجه اخرى جديده ان شاء الله. علاش لا، ناخذوا معنا لاله نوره من اكادير. مرحبا بك لاله نوره. السلام عليكم، كيف دايره اختي لاباس عليك؟ الحمد لله لله بارك الله فيك، الله يحفظك الله يطول عمرك. مع المصممه الله يخليك. مرحبا لاله. عافاك، انا بغيت نحط جلابه وبغيت نديرها ديال المبره وما عرفتش يعني اللون والشكل اللي غندير. واخا لاله بغيتي جلابه ديال الحضور ولا بغيتيها مبره راه الحضور اوتوماتيكمون مبره الحضور ياك؟ بحال هكا. واخا قولي لي البشره ديالك اش من بشر اللون ديال البشره ديالك؟ نعم واخا انت مازال ما شريتيش المبره؟ لا مازال، بغيت غير حتى الغدا اللي بغيت نخدم. ايه شوفي انت شنو كتفضلي، واش الالوان المفتوحه ولا الالوان المغلوقه اللي غادي يواتيك؟ الالوان اللي مفتوحه. اللي مفتوحه نعم، تقدري تاخدي فيه الموف مفتوح، تقدري تاخدي خضر مفتوح، تقدري تاخدي غوز، تقدري تاخدي كاع الالوان اللي فيه مفتوحين وغادي تخدميه. تقدري ترزي بالطرز الرباطي باليد وتقدري دير تخلي فيه شويه ديال الصقلي، وضروري غديري قميص من التحت بغيتي تخدميه بالرنده داك القميص، بغيتي تخدميه بالخدمه نص دزايري ولا بالخدمه المعلم فاش باش يجيك انصومبل مزيان، وتقدري تلبسيه وتحضري به. وبغيت نسولك عافاك بالمناسبه ديال الصيف، بغيت تجلي لي بخيفه بحال هكا للخروج وما عرفتش في الصيف. تبارك الله عندنا اثواب الصيف موجوده، تبارك الله كاين الكخيب، كاين الفيسكوز، كاين الجيم، كاين لولا، كاين تبارك الله السوسدي ولا على جميع الانواع في جميع الالوان، يعني تبارك الله كاين فاش تختاري. ديري جليلبه وخيطيها وديري لها شي خويطه تكون غير خفيفه باش ما بالنسبه للميزانيه او ميم طون باش ما تطلعلكش في راسك ديال تو لي جور ديال الخروج. مرحبا لاله وبالصحه والراحه الله يبارك. نمشيو عند لاله عزيزه من مراكش. مرحبا بلاله عزيزه. لاله عزيزه الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاله ماشي كاينه. مرحبا بلاله، الله يحفظك الله يطول عمرك. الحمد لله بارك الله فيك. بغيت نهضر مع المسلمه. مرحبا لاله تفضلي. الو السلام عليكم. مرحبا لاله، السلام ورحمه الله، الله يبارك فيك ربي يخليك. شكرا امين اختي بارك الله فيك. اختي بغيت نسولك. ايه عندي عندات من سنين بغيت ندير لها شي قفيطين، قول لي شنو اللون والخياطه. ما كاين ما احسن ما ديري لها قفيطين ديال المبره، ديري ليها يا اما في اللون الاخضر ولا في الازرق. ولا بغيتي كاع تاخذي شي لون مفتوح كان احسن، وغادي تخيطيها. بغيتي تدخلي فيها الصقلي ولا تخدميها غير بالحرير، وديري لها قميص من التحت وديري لها حزيم وديرها شويه كبيره طويله باش تمتع بها وباش تقدر تبقى تلبسها. نعم لاله. شكرا اختي. ندير لها قميص مفتح. ايه ديري لها قميص ساتان ولا كريب ولا شويه ديال الخيط ولا اي حاجه تكون من التحت والمبره من الفوق، وتقدري ترزيها، تقدري تخدمها بخدمه المعلم، تقدري ايه بغيتي تحلقي على بنيتك ما كاين حتى مشكل. بالصحه والراحه مرحبا تبارك الله. اي اللي بغيتي ايه ولا الوان مفتوحه اللي عجبك. صافي شكرا. مرحبا بلاله، مرحبا الله يكرمك. مرحبا 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 مرحبا. نمشيو عند لاله فاطمه من الرشيديه. مرحبا بك لاله فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عفاك اختي بغيت نسولك، عندي واحد الشوب ديال الجوهره. ايوه ايوه بغيت نديرو، ممكن ما عرفتوش نديرو بالتكشيطه من التحت، ندير ليه شي حاجه من التحت ولا ما عرفتش شنو ندير ليه، اشنو ندير ليه. واخا قولي لي. هو اسود وخضر. اللون اللون خضر. واه و مع البيض. واه الخضر والبيض. واه ما فاش ندير ليه في التحت حتى هو رقيق ما يمكنليش نخيطو هكاك. ايه غادي ديري غادي ديري واحد القفطان من التحت اللي يكون في اللون ديال شي باندا. انا كنفضل يكون تكون باندا خضراء خضراء على حسب هذاك داك الباندا اللي هابطه عندنا في الخضر نفس اللون. وبغيتي ديري جلابه. ايه بغيتي ديري جلابه غادي يجي جلابه وقميص مزيان. بغيتي ديريه مثلا قفطان غادي خص يكون شويه الميتراج زايد، لان جوهره حنا كنعرفوا لي كوبون جوهره يلا كيكون فيهم 3 او 3 متر و40 وما تيكونش فيها العرض. واه
كاينه. سمعتي؟ الا كان غيكفيك وكنتي ما بغيتيهاش طويله بزاف وكاين الخياط اللي غيخيطها لك لبسه، ديريها لبسه، ما كاش غتقدري تمتعي بها كجلابه اولا كقفطان بلا حزام، وغادي تخيطيها براندا ولا خدمه المعلم ولا نص دايري ولا زواقه نص طوق ولا اللي بغيتي. مرحبا لالا، وبالصحه والراحه لالا. بكل فرحه. اهلا وسهلا. حنا اكيد مازال موسم مازال مستمرين لالا خديجه، وغادي ناخذ مجموعه من الاسئله ديال المستمعات الكريمات الكثيره اللي عندنا عبر الفيسبوك. نمشوا فاصل ونرجع لكم مستمعينا. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وغادي نمشيو مباشره نجاوب اسئلتكم على الفيسبوك. سؤال كيقول غادي باش نكون حقانيا نبدا من الاسئله اللي وصلتنا من قبيله ونستسمح من المستمعات الكريمات. الوغ عندنا اول سؤال كيقول، اول سؤال ما كيقول والو، حطني جوج تواب هاجر. واخا هادو جوج تواب كيظهر لي هنا جوهره، هذاك جوهره والقفطان ديالو التحتاني، هذا جوهره وهذا كيبان لي مليفه محفره. لا ما بانليش مليفه، وسع شويه كاينه. انا بانت لي مليفه رقيقه محفره. الوغ دون سو كا خصنا نعرفوا من مولاتها شنو بغات دير. واخا انا غنشوف السؤال ديالها. السؤال ديالها كتقول السلام عليكم، انا ام هاجر من اكادير، نشكركم على البرنامج القيم، خطك زوين بعدا ام هاجر الله يعطيك الصحه. شحال ديما شفت الخط مكتوب. بغيت نسولكم على توب جوهره مع توب جيم، ياه واش يمكن انني نخيط منهم جلابه مع قفطان، واين لون من الحرير يمكن نستعملو مع اللون زائد العقيق، وشكرا وجزاكم الله. غير هي ما قالتناش واش تبغي دير جوهره هي الفوقانيه ولا الجيم هو الفوقاني. وانا كيدار اللي نقترحوا عليه. تقدر يجي الجيم من التحت. يجي مزيان ماشي مشكل، لان اولا الالوان موالمين، وتقدر تخدمه كقفطان من التحت، ولكن هذاك القفطان اللي غتخدم من التحت ما تستغلوش غير الجلابه، تقدر تلبسه في الدار مثلا اذا كانوا جايين عندها الناس، ولا تقدر تخرج به ولا تخدمه بواحد دريس ولا بواحد الملاقيه تكون زوينه. وتستغلوا الجلابه اللي غادي دير من الفوق الجوهره، وتقدر تلبسوا بوحدو. عندنا ثوب زوين وما نبقاوش دائما مخبيينه بالجلابه، نقدروا نتمتعوا به ونلبسوه بوحدو. اييه. سؤال اخر كيقول صباح النور لاله الغزاله سكينه، كنحماق عليك الله يحفظك ليا. شكرا وشكرا بزاف على هذا البرنامج، وكنشكر لاله خديجه. الله يبارك فيك. خيط هذه الجلابه وجاتني بحال طافيه، وبغيت ندير فيها شي طريزه، بغيت لاله خديجه تنصحني وشكرا. فوالا. بغات دير فيها طريزه، وهي تقدر دير فيها طريزه من الجنب، دير طرزه وحده في واحد الجنيب سواء في اليمن او لا في اليسار، طرزها بطرز رباطي وتزيد عليها هادوك الالوان اللي بانوا لي عندها في الفولار، ذاك اللون الابيض وذاك اللون الاخر اللي مايل للجنابه، دير دوك ثلاثه الالوان وترز بهم طريزه وحده، فغادي تجي جلابه زوينه وطالعه شويه، وغتقدر تلبسها وتحضر بها حتى الحضور. نعم نعم. مونيا صيفطي لنا انتم، ما عرفتش شنو هو السؤال ديالك، شنو بغيتي تقولي لنا؟ ايضا زنوبه مصيفطي لنا جوج الاثواب، ولكن ما عرفتش شنو بغيتي ديري منهم. كمال ايضا صيفطي لنا ثوب، ما عرفتش واش نقدروا نقترحوا عليهم كيفاش يتخيطوا. ما قالوش السؤال شنو. هذا بروكار كيبان لي. بروشي ولا ان بروكار، بروكار دو سوا. نعم هذا غادي يجي قفطان. نعم يجي قفطان، نقدروا نخدموه بالسفايف وندخلوا فيه سقلي، لان ذاك الثوب فيه سقلي، نقدروا نطرزوه نديروا الطرز رباطي، يا اما سلسه يا اما نقدروا نديروا غير في الكمام وفي الظهر وفي الصدر. ونديروا القفطان من التحت، غتجي لبسه، غتجي لبسه رائعه، تقدر تجي حتى لبسه العروسه الا بغينا. اي الله يكمل على كل واحد. سؤال كيقول سلام اختي سكينه، فكسولي لي لاله خديجه على الجلابه واش عندها شي حل، ضيقت عليا بعد ما ولدت وشكرا لكم بزاف. شيري جيم هي الجلابه زويونه باينه ليا مصوبه بالراندا ياك؟ مصوبه بالراندا ما بانش لي انا راندا. لا وسع شويه كاينه، بانت لي راندا تما سكينه. انا بالي غير زواق. راندا ولا زواق المعلم؟ بالي واقيلا زواق. الحل الوحيد دائما ملي كتجينا شي حاجه ضيقه، جلابه ضيقه مثلا، قفطان ضيق، كنحلوا العقاد وكنديروا ليه واحد الجبادور اولا واحد القميص من التحت، وكنتمتعوا بجلابه مفتوحه بحال شي كبوت، كنديروه من الفوق وكنستغلوه وكنلبسوه، نقدروا حتى الحضور نحضروا به. تقدر تزيد لها الخراط مثلا؟ ما تقدرش تزيد لها الخراط، لان ما كاينش الطرف، ما عمرنا غنلقاو الطرف اكزاكتومون اللي بحالو اللي غنقدو نديرو به الخراط. صعيب باش نلقاو هذا. وإلا بغينا نديرو الخراط راه ما غاديش، خصنا على الأقل خصنا واحد جوج متر ديال الثوب. خصنا نقطعو الثوب على الطول، فجوج متر ديال الثوب اللهم تاخدو
الثوب ديرو من التحت وتخدمو مزيان وتخلي ديك الجلابه مفتوحه وتتمتع بها وتبقى ديرها بحال الكبوت وتلبسها وتحضر بها حتى الحضور الا بغات. نعم. سؤال كيقول السلام عليكم، عندي هاد الثوب واش بكا وزواقات المبره ما عارفش اش ندير به، واش يصلح جلابه للحضور ولا نديرو تكشيطه؟ واش من اللون ندير ليه في الداخل؟ واش من خياطه ندير ليه؟ واللون ديال الزيف والصباط والصاك وشكرا. واش نقدر ندير له جبادو لتحت؟ هاد الثوب يكون محلول من القدام حتى للصمطة لتحت، مع العلم ان انا رقيقة وبيضة وعمري 29 سنة. نعم. هذا الثوب زوين زوين، تقدر ديرو حتى انا جاني ماشي شبكة، هذا جاني تليلة. محطوط في الموسلين، دوك الزوقات محطوطين في الموسلين كيف ما قلتي جا بحال تليجة. تقدر ديرو لبسة، تقدر ديرو لبسة، تقدر ديرو لبسة وتخدمو غير بالحرير بالالوان اللي فيه. بالسفايف بالحرير بدوك الالوان اللي فيه ودير له قميص قفطان من التحت في اللون ديال الارض. أيه. اللي هو داك البغدو ولا مغولة، وغتستافد منه اكثر من الا دارتو جلابه، لان سكينه بزاف الناس كيبقاو يخيطوا هذه بالسقلي هذه بالسقلي هذه بالسقلي، ملي كتجينا شي عراضه خفيفه ما كنلقاوش شي حاجه سامبل ولا شي حاجه بالحرير باش كنحضروا بها. أيه. هذا مشكل كاين كلشي الناس كيديروا، او هادي غنخيطها زوينه هادي نخيطها مشيكه هادي غادي اي حقا مشيكه، ولكن نقدر نديرها بالحرير. كاين شي مناسبات اللي كيطلبوا منا اننا نمشيو بلبسه الحرير. اييه اييه فعلا، ونتمنوا خير للجميع. نعم. سؤال كيقول السلام اختي سكينه، عافاك بغيت هاد الثوب نعرف شنو ندير بهاد الجوهره، ماما بشرتها بيضاء وقصيره وفي عمرها 50 سنه. وفين هو الثوب؟ التي حاليا قالت جوهرة، انا غنحاول نشوف الثوب الو سارة. هو هذا جوهرة في الزرق لغوة زوين مزيان، غادي يوال ماماها وتخدمو كنقترح حلا تخدمو براندا براندا، ودير له الديك غادي اولا دير له اللون الابيض غادي يجي روعة، اللون الابيض في فراندا. اييه. نشوف سؤال اخر. السلام، صافي عندي 49 سنه، سولي المصممه بغيت ندير هاد الشبكه لتحت مخيطه، لتحت مخيطه بالغوز والذهبي، واش يجيني ثوب صاري الفوق؟ ان لون ناخذ فيه من غير الغوز والذهبي، وشي لون يجيني مع الشبكه؟ هادي شبكه بغيت ديرها لتحت ودير صاري من الفوق. لا ما يمكن لاش ديرو، لان اولا صاري كنلقاوه في محطوط في لاموسلين، كنلقاوه محطوط في لاموسلين، وهذه ديجا هذه شبكه، انا كلشي غادي كلشي غيكون كيبين. الصاري دائما نديرو ليه واحد القفطان من التحت اللي يكون شويه غليظ، اللي يكون ما كيبينش وما يكونش فيه هاد لي موتيف بزاف، الصاري كيبغي يبان بوحدو، انا ديجا صاري في موتيف اللي خصو يبان بوحدو هو ديجا مخيط راسو باش نلبسوه مع شي حاجه اوني باش تبان لينا الزواقه ديال الصاري. نعم. سؤال اخر كيقول السلام اختي سكينه، الله يخليك سولي المصممه هاد القفطان مبرح حرير واش يليق لبسه مع هاد التحتيه؟ بغيت ندير لها طرز رباطي منبت، اش من لون باش مطرزه؟ واش من لون يتخيط واللي يجي قفطان بوحدو؟ اش من لون نطرز وشكرا. المبره شنو بغات ديرو؟ هي جالسه بغات عندها مبرد الحرير واش يليق لبسه مع هاد التحتيه؟ اين وحده فيهم؟ اذا كيظهر لي المبره هي الفوق وهذه هي التحتيه. اذا المبره هي المزوقه. لا المبره هي هذه. والاخرى؟ الاخرى هذه هي الثوب اللي بغات دير لتحت. واحد في هادو بغات دير، كنفضل انها دير هذاك الامبريمي. المزوق لتحت. دير الامبريمي، ولكن خصنا اللون ديال المبره الفوقاني يكون عنده شي حاجه قريبه من هذاك القفطان. أيه. باش يجينا اونسومبل. أيه. إيه نقدروا نديروا قفطان فلوري من التحت علاش لا، ولكن القفطان الفوقاني يكون يا اما في اللون الازرق اولا في اللون ديال الارض بلو سيال باش يوالمنا مع هذاك الثوب اللي غنديروا من التحت. اييه اييه. وهي قالت بغات دير الطرز. اييه تقدر تاخذ هذيك الورده، هذيك الورده بالضبط اللي كاينه في هذاك الثوب وترزها وتحطها في الظهر وفي الكمام وفي الصدر، وتقدر تخدم الحزام بنفس الطريقه اللي مصوب به داك الثوب وطلع لها لبسه معتبره. نعم. سلام عافاك جاوبيني، ديما كنصيفط لكم ما كتجاوبونيش. لا 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 ماشي ما كنجاوبكش، ما كنلحقوش على السؤال ديالك. عندي هاد الثوب اش من ثوب ندير ليه لداخل؟ واش من لون بغيت نخيطو براندا؟ واش نديرها محلوله ولا نسدها؟ وشكرا.
لا هذا غزال، هذا الثوب هذا جا بحال السوزدي. هذا شو سميت الثوب؟ هذا سوزدي، سوزدي مخطط. هذا سوزدي مخطط مي شويه رجالي، شويه رجالي، ولكن حتى العيال تيقدروا يلبسوه. هي علاش لا؟ بغات ديروا براندا غادي ديروا جلابه رفيعه، تقدر تاخذ له قفطان يا اما في اللون الابيض او لا في لونه وتخدموا براندا وديروا راندا. تقدر دير ديك غادي ديالو في المفتوح وتخدموا غير بالملاقية، غادي تجي الجلابة هائلة ورفيعة بزاف. الله يبارك. سؤال كيقول سلام نورتنا سكينة، الله يحفظك ليا لالا ولالا خديجة، كنشكركم بزاف بزاف على البرنامج. بغيت نسول لالا خديجة على التويبات، بغات ماما ديرهم جلابة هذاك الخضر سوسدي، اش ملون يجي معاه والثوب الاخر مليفة في الموز، بغيت نعرف اللون اللي نخيط به. مع العلم ماما بيضاء والسن ديالها 40 سنة، نتمنى تجاوبوني. الله يحفظها لك يا ربي هذا النهار، امين، ويخليك ليها تبقاي تخيطي لها ان شاء الله باذن الله. هذاك سوزي الخضر كنقترح عليها دير له قفطان بيض من التحت اولا بلونكاسي، بيض بلونكاسي اولا واحد واحد صفر مسكين. هاد الالوان غادي تتماشى مع داك السوزدي، والخدمه اللي غنخدموه هي اما بالبرشمان، والقفطان التحتاني نقدروا نخدموه بالملاقيه ونديروا له ضريس، يا اما نخدموهم بجوجهم براندا وندخلوا الالوان اللي دخلنا في القميص التحتاني. اييه كيظهر لي واضح. ناخذ معنا مكالمه مع نزين من دار البيضاء. مرحبا بلالا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الا كان ممكن نزيد نقصي الراديو عفاك وبقي معنا في التليفون. عايز ما كنسمعوكش مزيان، تفضلي. عايز ما كنسمعوكش مزيان دابا. شنو هو سؤالك زينب؟ بعد اول حاجه انا فرحانه حيت شد ليا الخط معاكم. مرحبا بك. مرحبا بك. عطيتي دابا من الصباح وحنا والوالده كنتسناو وفرحانين انت شد لنا الخط. مرحبا. دابا الوالده ديالتي شرات واحد التوس بلو مارين. اييه. الخاصه بالقناه. وما عرفتش شنو غدخل فيه، باغا دير فيه راندا وانت ما عرفتش اش من لون غدخل فيه. اييه. وهي قالت لك بغات تدخل فيه الغوز وانا قلت لها دخلي فيه السياج. جوجكم على صواب نتوما وماماك، ولكن لا بريوريتي كتبقى لماماك، واخا تكوني انت على صواب داك الكلام اللي قالت ماماك هو اللي غنديرو، هو اللي غنبقاو نخدمو عليه دائما. وهي اصلا ما بغاتش البلو مارين، انا اللي اختارته ليها. نعم، هي قالت البلو مارين شنو بغات دير فيه؟ بغات تدخل فيه هي الغوز، انا قلت لها دخلي فيه. نعم، دخل فيه الغوز غيجي معتبر، غيجي زوين. نعم هاكا كلشي سيال غيجي، ولكن هي مايله هذا بجوجهم غيجيو مزيانين. غديروا واحد القضيه، غتقدروا تدخلوا الالوان بجوج الغوز والبلو سيال وتحطوهم في البلو مارين. ياك نعم، غيجيو زوينين، ولكن غير شيشه رشيشه، ولكن غتكثري من البلو مارين. الارض غديرها بلو مارين، وهذوك الزويبقات اللي غادي ديروا شويه غوز وشويه بلو سيال، باش بجوجكم مرات تلبسيها انت ومرات تلبسها هي. لا لا بحالي بحالها غير شويه. نعم، دخلي الالوان بجوج باش تبقاي هي ترونك. يجيها بعدا تشوف بلو مارين حيت هي عندها عمرها 53 وبشرط. نعم، اللون بلو مارين واحد اللون اللي رائع، وكيجي مع كاع الفئات العمريه كيجي معاها البلو مارين. تقدروا تلبسوا بنيته صغيره عندها 10 سنين 8 سنين، تقدروا تلبسوا مراه كبيره، يقدروا تلبسوا راجل، تقدروا كل شيء. البلو مارين واحد اللون اللي كيتلبس ومطلوب وكيجي مع الناس. نعم، مرحبا بلالا زين، الصحة والراحة. مرحبا مرحبا. نمشيو عند لالا فاطمة من الرباط. مرحبا بك لالا فاطمة، تفضلي لالا. السلام عليكم يا لالا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ بخير صحة لالا. الله يكرمك بارك الله فيك. مرحبا، تفضلي. بارك الله، الله يخليك. بغيت نسولك، عندي جوهرة. أييه. المهم خدمت ليها الكول ودرت ليها، شديت ليها الجناب ودرت لها الفتحة القدام. ولكن غندير لها عاد غنخدم ليها القميص. اييه. ديالها. هو واش غيجي فيها هذاك القميص مع الفتحه القدام ولا خصها الفتاحي في الجناب؟ نقدروا نديروا القميص حتى هو بالفتحه القدام. والقميص واش يمكن حتى هو يتخدم بلاك الكول بالراندا ولا لا؟ نخدموا القميص ما غاديش نكثروا فيه الراندا باش تبقى تبان لنا الراندا ديال جوهره والراندا ديال الجلابه الفوقانيه. القميص دائما كنقترح انه يدار فيه دريس فقط، دريس جهه الكول وجهه الكميمات وشي دريس في الفتاحي فقط، وتجمع كامل بالملاقيه. سمحي لي، وبغيت حيت هذه ما غنلبسهمش مع الجلابه، هادو بغيت نلبسهم هكا في الدار مناسبه. حاجه خفيفه شي ثاني شي حد. اييه شنو؟ شويه مرحبا، ما كاين مشكل.
هذاك الشيء اللي بغيت، وبغيت نطرزو ولا بغيت نلبسو بوحدو، نطرزو الرباطي على الصدر، ماشي كاين المشكل ولا شنو هو؟ شنو اللي بغيتي ترزي؟ هذا القفطان اللي غيكون في بغيتي قفيطن؟ آه لا 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 اسمحي لي، القفطان اللي بغيتي ديري تحت الجلابه، بغيتي تستغليه الجوهره وبغيتي تبقاي تلبسيه بوحدو الا كنتي معروضه. مرحبا بك. هذا لا، هذه بغيت نديرو غير الجوهره بوحدو، هو الجوهره اللي بغيت نلبسه بوحدو من الجوهره. واخا الترزي غادي غير ضيعي فيه الطرز، ما غاديش يبان الطرز نهائيا، لقيت اللي كنطرزو القميص راه ما تيبانش لينا. لا واخا نديرو ديك الطريزه القدام وداك الشيء راه ما كتبانش لينا. ولا كان شهوتك في الطرز ديري الطرز ماشي مشكل. مرحبا لالا. نمشيو فاصل ونرجع معكم مستمعين، ومازال مواصلين ومازال مستمرين. مرحبا بكل من ضمن لينا لحظه في الاستماع، نواصلوا استقبالكم وغنمشيو ناخذوا معنا هذه المره لالا سميه من خريبكا. مرحبا بلالا سميه. اهلا وسهلا لالا. اهلا والسلام عليكم. كيف كاينه؟ عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليك بخير؟ لا لالا الله يطول عمرك، مرحبا بك، تفضلي. تحياتي ليك والاخت خديجه. الله يبارك فيك لالا، مرحبا. الله يجازيكم بخير على البرامج اللي كتقدموا لينا. الله يبارك لالا سميه. اختي خديجه، انا عندي واحد جوج ثواب ديال الشبكه. واحد بالكحل والاخر بالومارين. ايه. وعندي لهم الثوب ديالهم ديال التحت قريب اللولا ولكن غليت شويه. عم. وما عرفتش شنو غادي ندير. واخا لالا الثوب ديال، قولي لي الشبكه واش ثقيله خفيفه متروزه منبته، كيفاش دايره الشبكه؟ لا لا هي سامبل، ما منبته الشبكه سامبل. وبغيتي ديري لها قفطان من التحت؟ لا عندي الثوب ديالها هما دوك ديالها. وهذا كاين هذا القفطان اللي قلتي لي من التحت جا بحال لولا بحال، يعني يمكن ما عاجبكش لا ولا عاجبك انك ديري تحت منه؟ لا ما عرفتش انا، غير الراي ديالك. واخا لالا قولي لي شبكاش من لون؟ عندي الكحل. الكحل شنو دار الكحل؟ شنو درتي تحت منه الثوب ديالو من التحت شنو هو؟ مازال ما عرفتش انا، هاد الثوب هو ابيض، ما عرفتش واش غادي يناسبني نديرو من التحت ولا لا. نعم الشبكه كحله كيواتي هاد الثوب ابيض من التحت، غتجي زوينه غتجي مزيانه. غير شوفي لي غير الثوب التحتاني. نعم لالا، شوفي الثوب التحتاني واش نتيا غادي تكوني مرتاحه فيه الا لبستيه، واش ماشي سخون، واش ماشي شي ثوب اللي كيتكمش، واش ماشي ثوب اللي كيتحبب. الا كان ما فيهش هادشي كامل اي تقدري تستغليه وتستعمليه وديري الشبكه من الفوق وديري هو كقفطان من التحت وتخدميه، والشبكه غديريها بالملاقيه ولا غادي ديري ليها تجمعيها من القدام بواحد نص دزايري ولا بدزايري وغتمتعي بها وغتلبسيها. نعم لالا، وهذا الثوب ابيض اللي عندك راه تقدري تستعمليه للشبكه كحله والشبكه زرقاء. شكرا نصيحه وراحه لالا. شكرا الله يبارك فيك. شكرا. مرحبا. نمشيو عند لالا مريم من سلا. مرحبا بك لالا مريم. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يحفظك يا لالا، الله يكرمك. هلا بك لالا خديجه، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لالا، مرحبا، الله يطول عمرك. الله عليكم. الله يبارك فيك، شكرا. عافاك، بغيت نسولك لالا خديجه على واحد، عندي انا واحد المناسبه ديال دري الصداق، وماما بغات تخيط واحد التكشيطه. التكشيطه هذه ديال المطره وفيها سليلات ديال المسلين، وداخل معاه داك السليلات هادو داك. ايه المبره المخططه اللي عاد ولا دابا مخططه اللي بحال جوهره. نعم. ايه. في البلون كاسي قلتي لي لا. في الكحل. الكحل. واش غير ما تخيطها لذاك المناسبه اللي عندي ولا لا؟ وانا دائما تنقول لها ماما طلع روسها ما كاين لاش تلبس، لا ماما طلع عريس ما كاين لاش تلبس الكحل. هذه ماشي شوفي الناس يلبسوا اللي بغاو وهما احرار يلبسوا اللي بغاو، غير انا عندي ان برانسيب تنقول لها ماما العروسه ولاد العريس تلبس اون كولور كلير لوين مفتوح اللي غادي، والاختيار تيبقى ليك وليها. انا غنعطيك الاقتراح ديالي. أيه. ولكن الاختيار تيبقى ليها وليك. ايه. عمل الله. بالنسبه لهاد اللبسه الا بغات تلبسها بغات تخيطها ولا تخيطها وتلبسها في الفرح ديالك ما كاين حتى مشكل. بغات دير شي لون اخر ديرو تسولني ولا نقول لها شنو دير فيه ولا شنو مثلا شنو دير هي مثلا الا بغات تخيط. تقدر تاخذ نفس المبره ولكن تاخذها بواحد اللون مفتوح، كاين الغوص كاين خضر كاين غري كاين بلون كاسي كاين فيها لوينات ديال زوينين اللي كتشهي انك تلبسيهم.
واخا لا لا عافاك عندي لك واحد السؤال اخر. مرحبا. عندي واحد دونتيل دو كالي واش يوانم انه يتلبس من الفوق ولا خاص يكون دونتيل دو كالي ملي كنبغيو نلبسوه من الفوق كيخصنا ضروري نزيدو فيه شويه تنبات باش يبان. هو دونتيل دو كالي وحدته بلي هو شريف وزوين وعنده القيمه ديالو وغالي راه ماشي شي حاجه اللي هي دوني وكتجيني انا شويه حرام اننا نلبسوه من التحت. هو جا كارتي هوايا كارتي تقدري تلبسيه ولكن تقدري تنبتي من واش بغيتي تلبسيه انت ياك في الضريب الصداق ديالك. أيه. إيوا ولكن انت بغيتي تلبسيه في ضريب الصداق ديالك خاصك تزيدي عليه واحد الشوط الاضافات زيدي تنبتي الحجر عقيقات ما ديريش الحجر ديال السيبور. الحجر ديال السيبور الوقيته اللي كنديروا الحجر ديال السيبور في الشبكه كتجبد كامله وكتكرفس لينا قبل ما كنلبسوها. ما ديري الحجر العقيق والحجر والجوهر. ايه وبالنسبه من التحت شنو ندير معاه لامي؟ غادي ديري كنقترح عليك ديري ساتان ديوشيس. ساتان ديوشيس. ساتان ديوشيس علاش؟ لان الشبكه دونتيل دو كالي طايح ولا بغينا نخليو اللبسه اون فالور كنديروا ليها ساتان ديوشيس من التحت داك التويب شويه واقف وكتجي ديك الشبكه كتعطي الفوليوم وكتبان مزيانه في اللبسه. والله يكمل عليك بالخير. امين بالصحه والراحه لاله. الله يكمل. الله يسر الامور. الله يكمل من عام لاله. شكرا. عافاك بغيت نطلب منك الرقم دعافات لا دوزيني ستوندا. ايوا واخا رجعك ستوندا وتاخذ الرقم دعافات بكل فرح. والله يسر الامور مريم. الله يكمل عليك بالخير. مرحبا بكل فرح. اهلا وسهلا. للاسف مابقاش معنا الوقت وهكا غنكون وصلنا لختام لقائنا اليوم. دائما دايز معاك بسرعه لاله خديجه. شكرا سكينه. شكرا الطاقم اللي كيرافقنا دائما وشكرا مستمعين المستمعات. لاله اختك وشكرا لك. الله يخليكم على خير. شكرا لك. الله يحفظك وتحياتي ليك على كل المعلومات اللي كتقاسميها معنا. كنشكر وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج وسميحه فشيخ بمكالمتكم. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه. يوم سعيد كنتمنى لكم. تهلاو ليا في راسكم. دمتم في رعايه الله. الى اللقاء. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصة بقناة أمونة المزيونة. شكرا.
مرحبا بكم على التسجيلات الخاصة بقناة أمونة المزيونة. شكرا. Spider-Man.